لا عليك، يعني إن الله سهل عليك إنك أنت تفتك من الفاب، إن يسر الله لك التخلي عن العادة السيئة، يسر عليك ورزقك وأنعم عليك ورحمك، فهداك إلى طريق النوفاب، يسر عليك نعمة عظيمة هي ترك العادة السيئة، فتصبح هنا منوعة. إذا مسه الخير منوعة، أعطي أصدقائك، أعطي أصحابك، وأنا منهم، أنعم الله علي فأمنع غيري من الاستفادة. هذا أمر كنت أتأمل فيه في الأيام الماضية، وكيف أن الإنسان سرعان ما ينسى الفترة التي كان فيها مبتلى، ولا كأنه كان في جحيم مقيم. طيب، أليس هذا من الخطأ أنه يتذكر أو يرجع يعيش في ما كان فيه فيرجع ينتكس؟ لا، من الخطأ أن ينسى ما كان فيه، من الخطأ أن يقول نعم. إن كان يسترجع الصور ويستلذ باسترجاعها ويسترجع الفيديوهات، نعم من الغلط أنه يود يسترجع، لكن إن كان مدمنا فأول قاعدة عند المدمنين يجب أن الإنسان يتذكر أنه مدمن، وأنه يختلف عن غيره. مدمن الكحول يجب أن يتذكر أنه مدمن كحول، وإلا لسمح لنفسه بشربة بسيطة، وستكون في ذلك بداية انتكاسته إلى الإدمان مرة أخرى، وهكذا. وقال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالآن بعد ما الله سبحانه وتعالى نجاك منها، استغنيت عن رب العالمين، استغنيت عن الدعاء، استغنيت عن العبادات والسنن، وما شاء الله الفترة التي كنت فيها، الذي أنت كنت فيها يعني تلج بالدعاء. أنا أولهم يا جماعة. وسبحان الله، يعني أنت انظر في الآيات التي تتحدث عن هذه المعاني. أنا أتذكر أنها ليست لا تتناول حال الإنسان في الرخاء، بل تتناوله حالة الإنسان بالسراء والضراء. وفي حالة المدمن على الفاب، جحيم الفاب، جحيم العادة السيئة الإباحية، ونعيم النوفاب اللي هو ترك العادة السيئة. أنا أتذكر في أحد مرات الانتكاسة في السابق أصابني يأس، أحد المرات، ليس يأس كامل يعني الحمد لله، لكن بعض اليأس. فاستعجل التعافي، متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ استيأست، لم يأيأس، هناك فرق. استيأست، الأمور كلها تطلب مني اليأس، من استفعل، الأمور تطلب مني اليأس، واستعجلت. وكنت أقول في داخل قلبي: لماذا لم يأتي التعافي إلى الآن؟ وكنت ألج بالدعاء وألج وأتساءل لما لم يستجاب دعائي. كنت أستخدم طريقة التضرع في الدعاء من أجل أن أتخلص من الفاب، أستخدم الأسماء
الاسماء يعني الاسم الاعظم، كل الروايات التي ادت في الاسم الاعظم، استخدم الادعيه او الاسماء الحسنى التي يعني يحبها الله سبحانه وتعالى، واتضرع والجئ والج في الدعاء. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله على نعمته. فأنا أضحك على حالي في تلك الحال. نعم هذا أمر صحيح، لكن أنا أضحك على ماذا؟ على أني كنت، كان هناك علامة استفهام كبيرة، وكان عندي سخط وألم شديد، لماذا لم ينقذني الله من الفاض؟ ليس اعتراضا لكن تساؤل، متى ينقذني الله من الفاض؟ أنا أريد أن أصلح نفسي وأصلح الناس، لما يحصل معي هذا الشيء؟ ليس اعتراضا لكن من الداخل تساؤل، لماذا يحدث بي هذا الشيء؟ فكنت أتساءل، وكنت أستخدم كل الطرق، أستخدم كل التقنيات، لأن ولكن لا جدوى. الإنسان أساساً حينما يكون يعني صار في معمعة الفاب، عندما يكون منغمس فيها، في الغالب من الصعب أن يخرج منها مهما استخدم كل طرق، كل الطرق، لأنه هو دخل، الحين هو دخل خلاص، لأنه نظر، ما حد قال لي نظر، ما حد طقك علي يدك قال لك انظر واستمر بالنظر، فيكون خروجه صعب حاليا. أنا أقول سأتكلم عن الموضوع مرة أخرى في هذه أو بعد ذلك، لكن أريد أن أكمل في هذه النقطة. نعم، فكنت أشعر بألم ويأس، كنت أشعر بيأس، يأس من نفسي، يأس من نفسي ويأس من الحياة. ما هذه الحياة؟ ما الجدوى من الحياة؟ ما المعنى من الحياة؟ لم أستطع أن أحقق ما أريد، لم أستطع أن حتى أن أمشي في طريقي وأمضي في سبيلي وأنا على هذا الفاب. وأنا في هذه الحال المزرية ذهبت لأصلي في المسجد، وإذا الإمام قد فتح مكبرات الصوت في صلاة العشاء، يعني يسمع، كان في محيط المسجد تسمع قراءته. فإذا الآية تقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هي تذكر محمد لما الله سبحانه وتعالى كان فكك وخلصك من الفاب أيام وفترات كثيرة، أسابيع كنت تسرح وتمرح وترى السعادة وتتفاخر وتشعر بأنك قوي وأنك كنت عظيم وأنك كنت محارب من الزمن الصعب وأنك كنت ذو إرادة صلبة وأنك كنت لا تقهر. ما؟ وشنو؟ وماذا؟ أين عبادتك؟ نعم هناك عبادة، لكن هل مثل ما كانت في كن صريحا معك، هل كن صريحا مع نفسك، هل مثل ما كانت لما أنت كنت في الفاب، لما كنت منغمس، لما كنت متكس، هل كانت الأذكار، السنن، الدعاء، هل كان الدعاء نفسه، هل كنت تلج بالدعاء، أم أنك كنت بعد ما الله سبحانه وتعالى نجاك تصلي من غير خشوع وتدعو من غير خضوع، وقلما تتذكر الله والآخرة وقلبك مشغول بالدنيا؟ هذا لا يجب أن نعرف هذا الأمر ونتذكر هذا الكلام حتى نعرف رسائل الله سبحانه وتعالى لنا، وكيف أنه يربينا وينعم علينا بهذه الابتلاءات التي هي مثل الفاب، الانتكاس، حتى ترجع إليه، حتى تتعلم من الدروس، لأنك أنت لست راضيا بأن تتعلم إلا بالطريقة الصعبة، حتى تكون جادا جديا في توظيف عادات إيجابية، حتى تكون جدي في التعامل وتناول الحياة.
فأنت أنعم عليك، عرفت الله سبحانه وتعالى، كما أنعم عليك عرفت ونأيت بجانبك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإذا مسه الشر اللي هو الانتكاس، مثل الانتكاس ابتلاء عظيم، فذو دعاء عظيم، ما شاء الله، يعني سكر الدنيا بدعائه، طبق ما بين المشرق والمغرب بالسماء، طبق الآفاق بالدعاء، يا رب أنقذني. أنا هنا انتبهت لما سمعت هذه الآية وأنا ذاهب إلى المسجد، يعني أنت الآن يائس محمد، نسيت لما الله سبحانه وتعالى، أنا عليك بال بالنوفاض. فعرفت المهم. فالآن عندما إذا مسوا الشر فذو دعاء عريض، الآن ما شاء الله تطبق الآفاق بالدعاء. هذا ابتلاء الله سبحانه وتعالى، يبتليك بالخير والشر، فتنة. الله يجيب لك الخير لما ابتلاك، لما ابتلاك بهذا الأمر أراد لك الخير. الابتلاءات المراد منها انك تتعلم، الألم كما يقول كارتولي افضل وافضل معلم لي، افضل معلم لي. ف هذا بالله الشيطان الرجيم. والآية الأخرى ماذا تقول؟ وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه فإنه ليئوس قنوط. أذقناه رحمة مثل النوفاب، رحمة كبيرة، الله سبحانه وتعالى خلصك من الإباحية والعدسية. أننا أذقنا الإنسان منا رحمة مثل النوفاب، يعني احنا نريد نطبق الآيات على الأرض الواقع، على أنفسنا كمجنونين، لأن هذا من أعظم الابتلاءات، أعظم المهم. ثم نزعناها منه، نزع منك النوفاب، نزع منك التعافي، فإنه ليئوس قنوط. يأس يحوشك، يأس يصيبك، يأس تصبح يائس، يائس هذا بعمل الشخص المؤمن. تكمل الآية تقول ولئن أذقناه نعماء مثل التعافي من بعد ضراء، مثل الفاب الانتكاس، لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقول ذهب السيئات عني. وإذا أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفيح فخور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني. لا خلاص، الحين انت بالتركت، تركت كم يوم، خلاص ذهب السيئات عني. السيئات طبعا كل شيء يسوءك، كل شيء سيء، ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. فرح احتفالات. ليس المقام مقام احتفال، بالله عليك افهمني يا اخي المخلص التقي المسلم الصالح الإنسان الزكي، ليس يعني أنا لأني إنسان تقي فأنا أريد أن أحتفل بأن الله خلصني من هذه القذارة وهذا الحرام وهذا المنكر، سواء نعمة إن أتتك نعمة دنيوية أو أخروية أو خلقية أو أخلاقية أو. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما ينتصر المسلمين على الأعداء فليس المقام مقام احتفال بما معناه، أو مقام فرح وفخر، المقام مقام شكر.
مقام شكر وحمد، هذا ما تعلمنا نحن عليه. لا تجرفك الصوارف والأفكار هذه التي تقول لك إن يعني إن أنا يعني أفرح بنعمة الله. نعم أنت تفرح الحمد لله يعني الفرح، لكن الفرح في الغالب يأتي في القرآن مذموم. أنا كنت أتعجب من هذا الموضوع إلى أن سمعت الدالاي لاما، أو وفي التعاليم البوذية المرجع البوذي الأعظم الدالاي لاما يقول أن، وأيضا في هذا موجود في الهندوسية وفي البوذية عندهم، أن الفرح المتطرف والحزن المتطرف أمران كلاهما سواء، كلاهما سلبي. أنت تريد الاستقرار النفسي، المشاعر الطيبة، أنت تريد الحياة الطيبة. الله سبحانه وتعالى قال أن من عمل الصالح أنه هي حياة طيبة، وقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. المهم أن هذا معناه أن في بشكل عام أنت راضي، أنت مستقر داخليا، أنت راسخ. لكن كنت في الغالب حينما